أصدقائي المشاهدين والمستمعين، بنحييكم عبر صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. رح نحكي فيها عن المؤسسات، مؤسسات الرعاية، مؤسسات أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عم تترنح واللي عم تلفظ طبعا أنفاسها الأخيرة اليوم في ظل تلكؤ مصرف لبنان عن الدفع وعن الوعود اللي قطعها لوزير الشؤون الاجتماعية. شو رفعت الاعتصامات، التحركات، وماذا بعد شو رح يقدروا يعملوا بهالموضوع؟ طيب معقول نرجع الأولاد لأهليهم، وخصوصا انه في كتير من المال يصرف على هالشي، الولد بده اختصاصيين يتابعوه ومش بمقدور الأهل انه يأمنوا هالاختصاصيين. يعني اليوم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بخطر، فهل من يسمع؟ هيدا موضوعنا وضيوفنا اليوم، رئيسة مؤسسة سيزوبال فادية صافي، مدير مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية الشيخ إسماعيل الزين، ورح ينضم لنا بسياق الحلقة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجر. طبعا عنا إضاءة على المولدات، بس قبل ما يعني نبلش نفتح هالملفات، نحن عن جد كان بعد ناقصنا دولرة المولدات، كأننا عايشين بالسباق اليوم مين بده يسبق مين بالدولرة في القطاعات الموجودة اللي حظي البعض منها باعتراف السلطة من خلال دولرة فواتير المطاعم لغاية شهر أيلول. مطالعة أصحاب المولدات على اعتماد الدولار حسب سعر صرف السوق السوداء، هيدا آخر مطالعة يعني يطلعوا لنا فيها. أما الخبز فحدث ولا حرج، أفران عم بتبيع حصتها أو عم بتحولها إلى كرواسان كعك لحتى تزيد إنتاجيتها. هيدي معلومات لبرنامج نقطة على السطر. ولقمة الفقير في خبر كان، وأزمات بالطالع وبالنازل، والخبز يا جماعة بتعرفوا إنه بيحرق الشوارع. كيف دولتنا عم تتصرف؟ كأنه عايشين بدكاني، كل دكاني بتنافس دكاني والعترة على لبناني. اليوم بدنا نفتح ملف المولدات. ما بعرف إذا صار معنا على الخط مباشرة مدير مؤسسة كهرباء لبنان السابق المهندس جورج معوض. دولرة اليوم المولدات، هالدولرة قانونية ولا غير قانونية؟ وأحسن شيء أنه بيزيدوا اشتراكات. على كل حال نحن عم نحكي عن الدولرة إذا قانونية ولا مش قانونية، وبيحقلن اليوم يجتمعوا أصحاب المولدات ويطلعوا ببيانات، وبدهم كمان يقدموها ل وزارة الطاقة بتشوف بتوافق ولا ما بتوافق. كمان يعني الرسم الاشتراك الشهري بده يرتفع. طيب شو القصة؟ يعني المواطن عم بينكوى بنار المولدات، بنار الخبز، بنار الاتصالات اللي بدها تبلش هلأ من أول تموز. طيب وبعدين كيف بده عيش؟ نحن يا جماعة بنقبض على اللبناني وكله بده يدولر. طيب وين الدولة اللبنانية؟ اعتمدوا الدولار، قبضوا اللبناني بالدولار وكمان سعروا على الدولار، وإلا الكارثة آتية لا محالة. صار معنا المهندس جورج معوض. طيب على كل حال نحن رح نحاول نتواصل معه بسياق الحلقة. خلينا نستقبل ضيوفنا، رئيسة مؤسسة سيزوبال فادية صافي ومدير مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية الشيخ إسماعيل الزين. نحن عم نحكي بموضوع كتير مهم اليوم، وهو أنه في جمعيات تعاني اليوم مادياً، وهي مش صار هي صرختها الأخيرة، هي صرخت صار لسنة عم بتصرخ. شو القصة فادية صافي ولوين وصلنا ولأي مدى بتقدر تصمد اليوم جمعيات الرعاية الاجتماعية؟ نوال، من أول الأزمة بال 2019 حضرتك عارفة إنه بلشوا المصاري اللي بتوصل على البنك شوي شوي تنحجز بالبنك، خاصة بس يوصلنا كان الدولار أمل هيدا اللبناني نحجزه، وما عاد في الجمعيات تتصرف بهالأموال يلي هي أموال تبرعات، أموال مساعدات، أموال ما بتخصها، هيدا أموال للولاد ما فيها تتصرف فيها إلا حسب ما هن بيأمروا مثل ما بيسمحوا لنا.
واخر شيء الاصعب من هيك كان انه من 2020، اذا بنقول من اكتوبر يعني تشرين الاول 2020 لحديت هلا، ما وصلنا ولا مبلغ من وزارة الشؤون يلي هي الوزارة اللي بتساعد المؤسسات هلا، مع انه في تعميم وبيان صادر من مصرف لبنان انه يعطيكم 40% من مستحقاتكم. نعم، وهلا بنحكي فيه هذا كمان. من بوقتها قدرنا بعد ما جهد جهيد، لأنه الشيخ عم نشتغل سوا كستيرينج كوميتي لحتى نحصل هالمساعدات ونحصل حقوق هالجمعيات قد ما فينا، منلاحظ انه كل الترانسفير شو بيقولوا الحوالات اللي كانت عم تجي من الوزارة كمان ما فيها ندقرها. طيب للحوالات لانه نظرا لهيدا التعميم يلي كان واصل انه هيدول المصاري مثل ما بيعطونا يوم يعطونا، كانوا 8 ملايين 24 مليون يمكن بالهيدا، انا بدي 400 للمعاشات الموظفين، يعني شو بيعملوا لك؟ حتى تحويلات من برا كمان ما لا تحويلات من برا كانت غير قصة. تحويلات من برا وقال الوزير معالي الوزير كانت توصل، كنا فينا نتصرف فيها، نفتح لها حساب لحالها هيك صارت ونقدر نتصرف فيها. وصل المطرح صار حتى هول ما فينا نتصرف فيهم إلا ما نبرر من وين وصلوا لشو وصلوا ووين بدهم يندفعوا. قلنا لهم طب تعوا ديروا معنا نحن هيدول، يا ريت شافونا اللي هربوا المصاري لبرا. نعم. كيف هربوا؟ نعم. ولمين وصلوا وكيف تطلعوا هالمصريات؟ نعم. يعني على الجمعيات الرعاية يعني اليوم الوضع صعب كتير. صح. فادية، قديش يعني ممكن تصمدوا؟ طلعتوا الصوت، عملتوا اعتصامات، شارككم وزير الشؤون الاجتماعية بالاعتصامات، صار في بينه وبين حاكم مصرف لبنان سجالات كتيرة من بعد الوعود اللي أغدق فيها حاكم مصرف لبنان. طب برأيك ليش هالوعود أغدق فيها وما قدر نفذها؟ يعني ما بتعرفوا. طيب اليوم انتوا بتعرفوا لأيمتى قادرين تصمدوا؟ اكيد طول ما اللبناني اللي عايش برا داعم وحابب وساندنا نحنا عم نقدر نكمل شوي. بس كيف؟ مش مكملين مثل العادة وبلان راندمان. نحنا بنشتغل 3 أيام ومش مع كل الأولاد، عم نشتغل 2 أيام أونلاين عم نكمل، و3 أيام مع الأولاد اللي بيقدروا أهلهم يجيبون على المركز. ايه؟ كمان هون مش كلهم، مش كل يعني ما بيقدروا يوصلون في الاتصالات غير مشكلة لا والمحروقات غير يعني مشكلة طبعا. المحروقات مشان هيك كتير صعب الوضع. هلا كنا عم نحكي تحت الهواء انا وياه كيف اذا بدكم تدفعوا اشتراك مولدات بالدولار مثلا، هيدي مثلا تفضل. مدير مؤسسه كهرباء لبنان السابق المهندس جورج معوض، اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. بخير بخير، يعطيكم العافيه جميعا. ايه اجتمعوا امبارح اصحاب المولدات وطالبوا، عم بيطالبوا طبعا بدولرة اليوم القبض من الاشتراكات، وبدهم ياخدوا رأي طبعا وزارة الطاقة ووزير الطاقة. هي أساسا القطاع كله منه قانوني صح؟ القطاع كله منه قانوني. ايه والقانوني دولروا كمان اليوم الاشتراكات حسب قوانين مؤسسة كهرباء لبنان والمرسوم مرسوم إنشائها 16-872 في حصرية لإنتاج الطاقة وتوزيع الطاقة بمؤسسة كهرباء لبنان. والأصحاب المولدات هلأ كلهم بوضع مخالف، كلهم بوضع مخالف، ما لهم حق ينتجوا وبيعوا، بس عم بتتطور العملية معهم، عم بيصيروا مثل الامتياز غير معلن، عم بيصيروا امتياز غير معلن، كأنه صار حق مكتسب امتياز. ليش؟ ايه بس تلكؤ الدولة وصلت انه هن يكونوا قطاع. وماذا لو اطفأوا يعني محركاتهم او مولداتهم؟ اصحاب المولدات بتعيش الناس على العتمة، يعني الدولة تقصير الدولة وعجز الدولة خلى يكون في قطاعات غير قانونية عم تشتغل. خلينا نوضح نقطة يمكن كتير ما بيعرفوها، هاي لي ست نوال. لا اذا طفلوا مولداتهم كلهم ممنوع على العتمة، في عنا إذا تأمن إذا تأمنت كمية الفيول اللازمة للمعامل الشغالة، عندك دار عمار وعندك زهران بيعطوا في معمل زو الريسبروكيتنج انجن بيشتغلوا بيجي مثلهم، وفي شوية معامل مائية. إذا أمنت وزارة الطاقة المحروقات في يكون عنا بين 12 و14 ساعة تغذية وبلا جميلة أصحاب المولدات كلهم. بس ليش ما بتأمن طالما قادرة تعطينا كهرباء؟ ليش ما بتأمن وزارة الطاقة؟
ما هي النقطة، ليش ما في حتى تمويل مع يعني؟ احترامنا، مع احترامنا لمعالي الوزير، من شي أسبوع بس بسمعوا على مباشر بقول بيطلب من أصحاب المولدات يعطوا 16 ساعة بالنهار. يا عمي ما عم بفهم، يعني نحن بنحترم رأي الوزير والوزارة والإدارة وكله سوا، بس إنه وزير طاقة ولا وزير مولدات بيطلب من المولدات تعطي 16 ساعة؟ شو شغله بالنتيجة يعني؟ هلا أنا إذا جبنا محروقات فيها كهرباء لبنان تأمن بين 12 وال14 ساعة، وبتمشي القطاعات كلها، بتمشي لمؤسسات الدولة، بتمشي النقل، بتمشي بتحل المشاكل كلها سوا. هالتقاعس عن تأمين المحروقات عم بخلينا نحن بحاجة لأصحاب المولدات اللي هن عم يعني اللي عم يعطوها، وهلا صاروا إنه بدهم بالدولار. شو سؤال، بالدولار؟ نعم سؤال، بكره يعني اصحاب المحطات البنزين بتطلب بالدولار، وشركات الشحن بدها تقبض بالدولار، بكره شوفير التاكسي بده بالدولار. نحن عندنا دولة شقيقة، حدنا سوريا، في حد يسترجي بين دولار شو من جيبته وهو ماشي بالشارع؟ الدول اللي هي عندها أزمة اقتصادية وعندها سياسة معينة تحمي الشعب ما بتسمح بتداول العملة بهالطريقة هذه. كان ايام زمان كان العمله مفتوحه والبلد بألف خير، هلا ليه انه صار دولار؟ انه صار بقى السوبر ماركت كمان ببيعك بالدولار. طيب هالموظف كمان بيدفع مصاري، هالعسكري هالجندي المعاش باللبناني ما بيدفع. هاي البدعه انه يعطوه هن على السياره فيروح يبيعهم من برا بفرق 2000 و3000 ليره تيعمل فرق، يعني في شيء غريب عمل بسيط لا شفناه بدولة ولا شفناه بمطرح ولا يمكن اللي عم بس بيسي. الدولة حجتها، معلي استاذ جورج معوض حضرة المهندس، الدولة حجتها انه هي مش عم تقدر تأمن الدولارات لحتى تأمن المحروقات. هي ليش ما فيها تأمن؟ ما عم يجي الدولارات بالسوق، من الدولارات مليانة بالسوق، اللي بده يشتري صارف عمال يشتري، واللي بده يروح لعند الصرفين عمال يشتري. هلا الحل في شيء مهم وفي شيء الأهم، هالمحروقات اذا تامنت من قبل وزاره الطاقه في يكون عندنا 12 ل 14 ساعه كهرباء بالنهار، بتريح العالم كله سوا، بتبطل العالم بحاجه لاصحاب المولدات. يعني بدها تشتريها على سعر السوق السوداء، عم نعيد، بدها تشتريها على سعر سوق السوداء من السوق يعني بالدولار. ممنوع، ما مصرف لبنان مش عم بيامن، يعني حجتهم انه مصرف لبنان هلا بعد في دعم شوي صغيره للمحروقات، مش هيك؟ ما هي النقطة، بنرجع قضية المحروقات. المحروقات لو الدولة عم بتأمنها، لو الوزارة عم تأمنها لمؤسسة كهرباء لبنان، كان بيكون عندنا 14 ساعة كهرباء بالنهار يا سيد نوال. يعني نحن العالم عايش بالتعتير تحت رحمة أصحاب المولدات، لأن الدولة ما عم تقدر، أو وزارة الطاقة ما عم تقدر تجيب مازوت، او ما عم تقدر تجيب فيول، لانه ما في دولارات، ما في اموال. اسباب سياسيه، اسباب ماليه، اسباب اداريه، اسباب شو ما بدك، بس تتفضل يعني بس اليوم تشبه. لو الفيول مامن، لو المحروقات مامنه، نحن بكون عندنا 12 14 ساعه بتغير حياه اللبنانيه كلها. ايه بس السؤال هلا كمان هيدا. نعم بس خلينا عم ندور بنفس الحلقه انا وياك، يعني اليوم لانها حجتها انه ما في دولارات تشتري. اليوم منين بدها تشتري؟ ما وزارة الطاقة بدها إلا تلم الجيبيات، تجبي بشكل صحيح، ترفع التسعيرة دايما، يعني كل شيء بينعمل، يعني نتقدم مشاريع أو تأهيل معامل دايما بيربطوها برفع التسعيرة. هل اليوم لازم يرفعوا التسعيرة برأيك ويصير في جيبية مثل ما لازم ومثل الخلق، يعني لحتى تقدر تتأمن هالدولارات ويأمنوا ساعات تغذية للمواطن اللبناني؟ يا ست نواب جوابك هالجواب أوسع من هالنقطة بكتير. إيه ما بدك تغلي التسعيرة. بدك تجيب كهرباء، كيف بدك تأمني هالجباية؟ كيف بدك تعطي كهرباء 24 ساعة من 25 سنة مش موظفين، موظف بالمؤسسة؟ صار اللي كان حارس محطة أو جنينات بالمحطة صار بشغله مشغل محطة، بشغله وطن بقلب المحطة. ليه؟ لأنه ببقى فيه موظفين. المهندسين الشاطرين كلهم عم يفل في المؤسسة، يفلوا كلهم، وإذا فيش واحد بعد ما الناس بيحترم حاله عم يضبب شنطه بده يفل. يعني مرة قلت لك يا بأحلى الحلقات، في تدمير ممنهج لهالقطاع، إن كأنه مؤسس كهرباء لبنان حاكمين عليها بالإعدام وبيزيحوها من معادة مؤسسات اللبنانية. ما في شيء بينعمل
بيدل انه في نيه محافظه على المؤسسه بشكل انه ما عم بيفعلوها. ليش ما بيجيبوا الجبايه؟ ليش اصحاب الموتورات بيقدروا يجبوا بحصلوا كل فواتيرهم؟ كل ليش كل فيك تروح على السوبر ماركت تشتري غراض بدون ما تدفع حقه؟ في عجز اداري، عجز سياسي، او انا بروح ابعد، فيها المؤسسة نية لتدميرها وتصير مثل ما صاروا عم يحكوا فيها مناطقية، كل منطقة تغذي حالها، كل منطقة تطلع كهرباء لحالها. هاي بدعة ما ممكن تمرق ولا لازم تمرق، ولا مجلس نواب بيرضى انه تمرق. عندنا شبكة من اقصى الشمال لاقصى الجنوب جديدة 220 كيلو فولت، عندنا ربط مع 7 دول عربية بين سوريا وبين تركيا وبين العراق وبين الأردن وبين ليبيا وبين مصر، بنقدر نستجر إذا لقوا الحل السياسي. في عنا هلأ إمكانية نعطي 12-14 ساعة من ما عملنا بحال تأمن الفيول، وغير أنين نحن أصحاب المولدات وأصحاب المولدات. أصحاب المولدات بكرة حصيروا مثل الامتيازات اللي ظهروا من الباب وفاتوا من الشباك. امتياز زحلة عبنا خلص، امتياز زحلة بعده امتياز، ولا كيف امتياز مش عارفين بأي طريقة عمل يشتغل كله خارج نطاق القانون. نعم، بسؤال، نحن منعرف تكلفة الحقيقية عند أصحاب المولدات، مين بيقدر يعرف؟ ما سمعت، عفوا، تكلفة الحقيقية اللي اليوم بيتكبدها أصحاب المولد، حدا بيقدر يعرفها غيره هو؟ التكلفة الحقيقية؟ التكلفة ولو ما بدأ شيء اللي معروفه على السنت، على الليره، قديش بكلف المولد، قديش لا هو قديش بيصرف، يعني قديش بيصرف وقديش عم بيطالب بحقه للناس. فينا نراقبه معلوم، مين بده يراقب؟ ما هلا قلت الدنيا سايبه، ما هلا قلت الدنيا سايبه وما في حدا. معروف الكيلو وات اور شو بكلف، معروف الكيلو وات اور شو بكلف، والوزاره بتعرفه، ما في وزاره بيعرفوه الكيلو وات اور شو بكلف، مقارنه مع ما عملنا، مقارنة بالمولدات قداش بيكلف كم سنة. هلأ ني النقطة مش هون، انه تركينهم يتمادوا على طريقتهم لانه هن ما عم يعملوا الشغل اللي لازم يعملوه. لا عم بيعملوا مصاري بالجباية، مقدمين الخدمات متقاعسين، ما عم بلموا مصاري، ما عم الدولة تجيب مصاري. هلأ بتعرفي بدها تتعلق، لازم تتعلق بالمبدأ التعرفي بالنسبة للأسعار، بس أي مواطن في يحمل تعرفي هلأني إذا الدولة عم تدعم كل ما هو عم بيدفع لأصحاب المولد، ما هو عم بيدفع لأصحاب المولد. أصحاب المولد شو؟ صاحب المولد شو في يعمل؟ عم يرعي خدم المواطن، يعني صفحة المواطن عم بيحل محل الدولة. صاحب المولد بده يقبض بالدولار، هالمواطن بده يأمن الدولار، يا بيجيبوا من شغله الخاص، يا بروح يشتريهم من عند الصراف، يا بده يقبض معاشه باللبناني يشتري دولار على صيرفة. يعني الدولة متنازلة عن دورها وتركي هالمواطن يدبر حاله. هيدي بيت الأصيل. أصحاب المولدات لازم يوقفوا. إذا تأمن فيول للمعملين دير عمار والزهراني والمعامل المولدات الزوق وجية اللي هن هالرسيبوكاتي أنجن، فينا نعطي 14 ساعة كهرباء إذا تأمن فيول وتأمن مزود. بس أصحاب المولدات عم يشتغلوا 4-5 ساعات بالنهار، بصير فيه للمواطن يحمل فترتهم، بصير الكهرباء موجودة وبيمشي الاقتصادي، بتمشي المعامل. هج العالم بالتعطير، لا عندها كهرباء ولا طرمبة مي ماشي ولا ضوء بالبيت فيه ولا معمل عم يقدر يقلع يعني. نعم. هل كله يكمن بتأمين المحروقات من قبل وزارة الطاقة بأي طريقة؟ هي شغلتها تشغل. نعم شغلتك. أنا ولا شغلتك. نعم عملي شغلتك وزارة الطاقة بتأمن المحروقات. نعم. بس عندك 14 ساعة كهرباء والأصحاب المولدات بيدعموا، ولازم هذه شرعيتهم يلغوها، يعملوا الهيئة اللازمة للكهرباء فهي تعطي قطاعات خاصة تشغل وتنتج. وين الهيئة اللازمة؟ بهربوها من سنة لسنة لسنة. وين الهيئة اللازمة؟ لأنه خلفهم يعني كمان في سياسيين، يعني طبعا هون في محمية سياسية. شكرا لك ضيفي. ومنهج القطاع مبلش من زمان وعم يكفي هلأ نهاية آخر فصوله. نعم. وين أي مؤسسة بدأت تمشي ما فيها موظف جديد من 25 سنة؟ جنينات المحطة هو عم يشغلها. يعني نعم. الوضع بالكهرباء ما بيعرف المواطن، بس شيء مأساة.
أكثر هيك ما صار. شكرا لك مدير مؤسسة كهرباء لبنان السابق المهندس جورج معوض، أهلا وسهلا فيك. بعد فيكم تحملوا يعني حضرة اليوم الشيخ اسماعيل الزين مدير مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية، بعدين كمان أنتوا كمؤسسات بعد فيكم تحملوا على كاهلكم أسعار المولدات بالدولار؟ هلا هذه مشكلة المشاكل المحروقات لأنه انعكاسها كتير كبير على كل شيء بالبلد، من بيناتها المؤسسات، لأنه إذا بدها تجيب الكهرباء كل ما الأولاد موجودين فهي عم تحكي عم نحكي عن مبالغ كتير طائلة، كل اللي بتدفعهم وزارة الشؤون الاجتماعية بيطلع منها فوقهم مصاري بس محروقات. هناك عن موضوع الرواتب للموظفين، عن الأمور التشغيلية صحيح عم بتصرحوا الموظفين؟ أكيد عم بتصرحوا الموظفين أكيد. لأنه ما عاد نقدر نحمل، ما عادش نقدر ندفع، ما أنت بس بطل تقدر تدفع أو يدفع جزء من الراتب، والراتب اللي هو قليل كان على اللبناني، عم نحكي عن كارثة يعني، ما بيكفوه محروقات ليوصل على المؤسسة، ما بيكفيه راتب ومحروقات. صرنا قدام أزمة الاختناق الأخير يعني. كان قصة الاعتصام أمام المصرف المركزي هو لحل جزئي، شيء جزئي معلق بالشيء النقدي اللي نحن بدنا لازم نمسكه لندفعه للموظفين، لأنه ما بيفتح لهم حسابات، الحسابات القديمة غالبيتها أقفلها، ما بيفتح لهم حسابات، الحوالات اللي بتبعتها الدولة هو حاجزها، بيعاملها كأفراد كفرد يعني، بيعامل المؤسسة الاجتماعية كفرد شخص بيدفع لها 7-8 ملايين إلا تسحب بالشهر من الـ من الـ من الفاتورة. وهذا شيء يعني بالمنطق العقلي البسيط شيء مذهل يعني. رد عليكم حاكم مصرف لبنان، حاكم مصرف لبنان التقينا نحن التقينا مع نواب الحاكم، طلع بالليل قبل الاعتصام ليلا الساعة 11:30 كشيء واحد عم يمرق رسالة انه انا فيكم تقبضوا، ووافق المصرف المركزي فيكم تقبضوا، لا تعميم لا حكي، إذا رجعت البنوك كلهم هذا الكلام مش سليم. بس هو طلع بيان، طلع يعني ما بدنا نسميه تعميم، هو اسمه بيان، بيان ما طلع، طلب تعميم. من المصارف انه تدفع 40% من مستحقاتكم، المصارف عم بيقولوا تلقيت وما تجاوبت، هو قاصد يقفل المؤسسات. ليه؟ انه ليه بدنا نقول هالكلام؟ شو يعني شو جايين؟ انا برايي كل شيء يتغول يعني، حاكم مصرف لبنان والمصارف، هذا التغول ما بيخلي بقلبهم حس انساني بسيط. انت عم يعطوا افراد، بيصير بك تعامل مؤسسه اجتماعيه كفرد، بتصير ليلا وقت الاعتصام اللي اعلناه ليلا بعد ما عمل اتفاق هو الوزير، ونحن تابعنا حتى مع نواب الحاكم الاتفاق، وهلا بنحكي عنه للاتفاق اللي صار بعد ما عملوا كله ليلا قبل الاعتصام ليلا، بيصدر بيان بيوزعه على ليلا على الاخبار الوكالات التواصل الاجتماعي ليلا، وعلى الاخبار يعني بيذيعوا كل الاخبار بالليل، النشره الاخيره الليليه انه مصرف الحاكم وافق واوعز المصارف يصرفوا قبل منه. اوعز شو يعني؟ قال لهم حكي معهم تلفنهم، صدر شيء تعميم، ما في شيء خطي، ما في شيء خطي، هن بيعرفوا بيمشوش المصارف الا على التعميم. هيدي حكي عم بيبيعكم كلام واضح، ما بدي اشلع واضح. شو وضعكم انتو يعني اليوم عم بتقول سرحتوا موظفين فادية صافي، تراجعت نوعية الخدمات اللي عم بتقدموها لهال، مش بس الموظفين، عم بتسرح طلاب صار. ما عم بتقول ثلاث ايام هلا عند فادية ثلاث ايام في زوبال عم بتفتح ثلاث ايام حضرتكم في مؤسسات عم تستغني عن الاقسام الداخلية اللي بتحتاج لكهرباء ل 24 ساعة، لغذاء، لإلى ما هنالك مصاريف اضافية، عم تسرحهم على بيوتهم، بروحوا بيقعدوا بالبيت. ونحن عم نحكي عن شيء انساني، عم نحكي عن موت بطيء لهؤلاء الاشخاص، وموت بطيء لعوائلهم، لأنه للأهل. قد يعيق الأهل من العمل، من الحركة، من إلى ما هنالك، وتأخر الأولاد اللي بينعكس كتير شيء سلبي. عم نحكي عن شيء إنساني وشيء أخلاقي كتير كبير عم يصير بالخفة ولا عين ترف. هلا مش بس حاكم مصرف لبنان، أنا برأيي ولا عين ترف عن كل الدولة. طب ما أنتوا يعني طبعا أنتوا بحماية وزارة الشؤون، شو عم تعملكم؟ الوزير عم يوقف معنا، يوقف معكم بالاعتصام، يوقف معنا، بيتحرك نحو الحاكم، بيتحرك بس ما لهلا ما في شيء، لهلا ما في شيء، لهلا ما في شيء. طيب اليوم دي عدد الأطفال بالسيزوبال اليوم اللي عم تتعاملوا معهم؟ نحن نشتغل مع شيء 1300 ولد، 1000 بالخدمات الخارجية، 300 يلي بيجوا للمركز، بين 300 و400 حسب. هل 300 عم يجي منهم 120
لعندكم والباقي عم بيبعدوا ببيوت مش قادرين أهلهم يوصلوهم على المراكز. أكيد. وتاني شيء بنشتغل معهم أونلاين هلأ أبصر إذا شو رح يصير بقصة الاتصالات بأول تموز إن كان على الأهل وإن كان علينا كيف بدها تصير. يعني في وضع مأساوي وبعده مكمل مثل ما قال الشيخ كل شيء عم نجرب نحصره، يعني انه نشتغل نمشي موتور كبير من الثمانية للوحدة، بنمشي هيداك الاصغر الوقت اللي بيكون عرفتي عم نعصر على الاخر. بس ليش ما حدا عم يتطلع بهيدا المجال؟ ومثل ما قال انه حتى حاكم البنك المركزي تشوفي اولاد واقفين تحت المصرف وتشوفي عيال وتشوفي اهل وتشوفي امات ما تطلع فيكم، ما بعثوا لنا حدا يقلنا كلمة وما عطى شو بيقولوا مخاب، ما عطى مثل انذار أما تعميم انه مشوا لهالجماعة هذا الموضوع. حرام عن جد، حرام عن جد. وبعدين لازم يتحرك رئيس الحكومة مش بس انه وزير الشؤون، يعني كمان دولة الرئيس نجيب ميقاتي تفضل في جمعيات تعاني، في اطفال عم بتعاني، في ذوي احتياجات خاصة معاناة عن جد بتبكي، وما فينا نتركهم هؤلاء الناس. يعني اذا نزلوا هالاطفال وهالولاد على الشوارع حدا بيقدر يتحمل صرختهم؟ ما بعرف، يمكن أنتوا السلطة السياسية قادرين فقط تتحملوا الصرخة على الخط مباشرة. عنا المدير التنفيذي لمراكز التأهيل بمؤسسة الكفاءات ربيع سلامة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لمشاهدي ومستمعي صوت لبنان، صباح الخير لحضرتك وللزملاء. أهلا وسهلا فيك. شو وضع الكفاءات اليوم اللي بتحوي العديد من الأطفال من الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة؟ شو الوضع اليوم؟ الوضع الكفاءات مثل وضع كل المؤسسات كما نقول أكثر، ما بدي كرر اللي قالوه الزملاء الشيخ إسماعيل ومدام صافي. عم نحكي عن الكهرباء، عم تقول إذا صار الدولار ليش نحن كيف نشتري المزود؟ نحن نشتغل بمولداتنا ونشتغل بالمزود بالدولار، الصيانة بالدولار، الشغل كله بالدولار، ونحن بنقبض باللبنان الشيء القليل إذا قبضناه. يعني اليوم مثل ما قال الشيخ إسماعيل نحن من سنة 2020 بعد مش مسكرتها وزارة الشؤون، نحن عم نتظاهر في أزل من أنه وزراء يتظاهروا معنا ومش قادرين يحققوا لنا مطالبنا. نحن بنلجأ للوزراء يحققوا المطالب، بيطلعوا بيتظاهروا معنا الوزراء ومش قادرين يحققوا، مش قادرين. نحن اليوم عم نلتهي بمعارك جانبية، يعني الكل بيعرف أنه أزمتنا مش من اليوم، نحن من قبل ما صارت الأزمة الاقتصادية موجودة أزمة المؤسسات الاجتماعية يلي بعدها بتقبض على تسعيرة على سعر كلفة وضعته الوزارة من سنة 2011. نحن استبشرنا خير وقت التعين دكتور حجار لأنه هو نعتبره منا، بقى يبدو أنه مش قادر يعمل شيء، مش قصة مش عنده كلفة. يعني وعده حاكم مصرف لبنان وما وفي بالوعد، ما هي القصة أو بالأحرى أخدق علي الوعود. لا القصة مش هون بس مدام نوال، ما هي القصة انه كمان في سعر الكلفة اليوم اذا دفعت لنا الوزارة وسيلوا لنا المصاري الموجودة بالبنوك هل بتنحل المشكلة؟ اصلا المشكلة طب ما عليه، يعني بيقولوا بحصة بتسند خاف، يعني لا من هون ولا من هون ولا من هون، من يعني مش المطارح مسكرة. نعم يعني مش المطارح مسكرينا، مشان هيك عم نقول انه ضو بشي مطرح، ما عم يقدروا يضووا مطرح. يعني طيب شو مصير هالولاد وهالاطفال اللي عندكم اليوم؟ قادرين تكفوا؟ لاي متى رح تتسكر ابواب الكفاءات؟ شو رح يصير يعني؟ لا. شو موعودين؟ نحن طالما قادرين بمساعده الموظفين وبمساعده المتبرعين والناس اللي عم تعطي اموال المؤسسه الخاصه، نحن مستمرين قد ما بنقدر، بس ما حدا بيقدر يعرف وين بنقدر نوصل وقديه بنقدر نوصل. بتعرفي مدام نوال نحن وقت اللي بتجينا الحوالي من وزارة الشؤون، إذا دفعنا للموظفين حولنا لهم على حساباتهم، موظفي الكفاءات ممنوع يقبضوا ليرة من البنك، ممنوع مش إنه بيحدد يقبضوا جزء منهم ولا ليرة بيقبضوها. نحن عم نضطر ندفع كاش من أموال التبرعات من أموال المؤسسة الخاصة لحتى يشغلوا حالهم، بس
هودي ما بيكفوا اليوم الدولار ب 30,000 والمعاشات ماشية. شيخ اسماعيل بيقول عم نصرح، ما هن الموظفين هن معاش يقدروا يكفوا، مش نحن منصرحهم. الاولاد مش عم يقدروا يجوا بسبب كلفة النقل، الموظفين صاروا تعبانين. يعني اليوم الموظف اللي صار له 20 و 30 سنة اذا بده يقبض تعويضه من الدولة بيطلع له 2000 دولار او بيطلع له 1000 دولار اذا بيطلع له، اذا دفعوا له يعني مسكرة من كل المطارح. واليوم نحن عم نلتهب معارك جانبية عم يشغلونا فيها، يسكرونا المصاري من هون، يسكرونا السيولة من هون، والمشكلة حتى نوصل للمشكلة الأساسية اللي نحن عم نحكي فيها من سنة 2018 من 2017 يا جماعة المؤسسات تعبت. يعني وصلونا أزمة اقتصادية بوقت المؤسسات كانت ديجا تعبت. شكرا. ديجا اليوم نحن يعني عم نقاتل باللحم الحي، باللحم الحي الموظفين والإدارة كيف إذا رجعوا، إذا رجعوا هالولاد لأهلهم كيف؟ ما إذا رجعوا لأولاد لأهلهم بدي يشوف خلي يشوف المنظر، ما عليه يشوف. كان يا ريت طل الحاكم من بمصر في لبنان طل شاف هالولاد منين اللي عم يتظاهروا. نعم بس بيطلع الشاشات. نعم من يطل يشوفهم بس. الوزراء وزير العمل وزير الشؤون وقفوا معنا ومش قادرين يحلونا هالمشكلة الصغيرة. ما بعرف المشاكل الكبيرة مين رح يقدر يحلها. يعني السعر كلفة دفع على الوقت يلي بقى بطلنا عم نحكي فيه. نعم بطلنا عم نحكي فيه. صرنا بنحكي يا جماعة سيلونا المصاري اللي معنا تنقدر نقدم خطوة أو خطوتين. شكرا لك ضيفنا المدير التنفيذي لمراكز تأهيل بمؤسسة الكفاءات ربيع سلامي. ماذا عن السماعات اليوم شيخ إسماعيل؟ إزاي السماعات مكلفة؟ كيف قادرين تأمنوا سماعات أو يقدروا الأهالي كمان يأمنوا سماعات لأولادهم؟ ما عم نأمن سماعات. شو عم يعني شو عم بيصير؟ إلا إذا لقينا متبرع يعني بصير ترقدي للمتبرع، هذا بده هذا بده هيك عم يصير. قديه في أطفال وولاد ما عندهم سماعات؟ في كتير. ما عنده سماعة. السماعة قابلة تنكسر قابلة تخرب. وفي البطارية اللي ايه كمان ما كان ما كان شيء. يعني البطارية صار حقها نص دولار، عم تصرف عم تعرفي كل يوم بده يصرف نص دولار تقريبا ليستعملها. فعم نحكي عن مبالغ طائلة بيتحملوها الأولاد، والمؤسسات بتسعى بكل طاقتها لتقدر تأمن هالشغلات الضرورية لمساعدة الأطفال. نعم هلا عم نقول في كتير، أنا برأيي في مشكلة كتير ضخمة. صرنا محل ليش انا صرت قلب الاختناق، لانه نحن مشكلتنا مش بس بتسييل الاموال الحوالات عندنا. نحن كان اموال محجوزه سابقا حجزت، نحن لازم تتسيل هذه لانه مرجوع على الاطفال. نعم نحن عم نلاقي طريقه الحل كيف فينا نحل هالمؤسسات. اذا يعني اموالكم عند المصارف وما بتعطيكم اياها يحلوا لنا اياها على سعر 8000، لانه صار في سعر 8000، في 1500 8000 12000 25000 وسعر السوق السوداء 28000 22500 قصدي في كذا سعر. حلوا لنا على سعر معين لنقدر نحن حتى هاي اللي بعده محجوز امواله يقدر يسيسر اموره. هذا احدى الحلول البسيطه. حل اخر، معالي الوزير وافقوا بمجلس الوزراء والرئيس مئاتي ومجلس الوزراء وافق على رفع سعر الكلفه اعتمادا تقريبا مدوبله باللبنان. هي اي متى وافق عليها؟ وافقوا مجلس الوزراء من شيء 4 اشهر، ولكن ما لم تقرر الملازمه لمجلس النواب. ما هيدا الاشكاليه الثانيه. نعم الاشكاليه انه هي بقيت حبر على ورق. بس نحن قلنا حلول، هيدا احدى الحلول كمان اللي لازم تنطرح. لها علاقه انه الرؤساء ثلاثه فيهم يا عمي مع اللي قولها حل معين ولو استثنائي، بحل استثنائي لتبقى هذه المؤسسات على قيد الحياه، على قيد الحياه بس فقط. يعني انه نرفع شوي نتنفس من مخيرنا مش من تمنا، لنبقى الفتره لنلاقي الحلول اتباعا كيف ممكن تتيسر هذه الامور. هلا هذه هي الحلول والا لا حل. ايه بس كانوا طلبته كمان، يعني مش اول مره، مره واثنين وثلاثه وعشرين مره قدام الحكومه مصرف لبنان بصرف كامل للتحويلات، الحوالات المصرفيه. كمان اقرار الحكومه سلفه غلا معيشه توازي ما اقرته بموازنه 2022 لعمل على تحويل مستحقات المتاخره، والا ستضطر الجمعيات للتوقف عن العمل قسرا. هيدي كانت بايار، صرنا بحزيران. لا من كم سنه، من كم سنه قبل كمان المعاملات السابقه كانوا بعدهم ذات المطالب. صرت عم فكر هلا اذا شو بتعمل، يعني شو اذا غير المطالب بدهم يسكروا المؤسسات يقولوا لنا عن جد من هالمنبر عم نسال من صوت لبنان، من صوت لبنان يعني بدكم تسكروا هالمؤسسات قولوا لنا. نحن ساعتها بنعرف حالنا، بنعرف حالنا انه هالدوله ما بنتكل عليها ابدا.
ساعتها بناخذ الاولاد اللي بنقدر ناخذهم نحن، اذا ما نعمل خير قد ما فينا نعمل خير مع عاملين الخير اللي حوالينا وبنكمل. بس بالقدر اللي قادر، بالقدر اللي نقدر عليه. خلينا نفسح مجال الاتصالات، تفضلوا عبروا اليوم عن مشاعركم عن ارائكم. اليوم في موضوع خطير عم بيصير هلا، بالاضافه الى مواضيع عديده خطره وخبيثه يعني بالوقت نفسه، لانه في جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصه للمعوقين، للي عندهم اعاقات سمعيه وبصريه، لا يقدري لانه ما بيقدروا يتحركوا. يعني كمان هالاطفال رح يصيروا بالشارع، اهالي عوائل هالاطفال والولاد مش قادرين يقوموا بالواجبات تجاههم. عن جد يعني الموضوع مأساوي. وينك دولة الرئيس نجيب ميقاتي؟ وين اليوم الجمعيات، مش بس يعني عم نقول بلبنان إنما بالخارج، تقدر تساعد هالأطفال؟ وين البنك الدولي؟ في كتير مطالبات. وين الدول اللي بعده بهمها شأن لبنان؟ أرقام تليفونات صوت لبنان بتصرفكم 01-205-511-01-325-555 الخلوي 76-611-005 وعبر الواتساب على 76-611-001. إجراءات خبيثة فادية بحق الجمعيات، جمعيات الرعاية الاجتماعية. بتقولي ما معهم ولا شو بدون يسكروها؟ يعني ما معهم أموال يصرفوها؟ بتعرفي أنه صارنا أكثر من 4 سنين بهاللجنة، جربنا ندق كل البواب وخاصة المؤسسات الدولية، ما حدا فتح لنا، ما حدا سمع لنا، ما حدا أعطانا موعد. شو بيكون؟ تصير تحس إذا هاي دول الأشخاص اللي عم ساعدوا الدولة ونحن الدولة موظفتنا عم عطيتنا هالمسؤولية، ما حدا منهم حب إنه يكون عم يسندنا. طيب شو بتسألي حالك؟ ما بدهم ينا، ما بدهم ينا، بدهم يمكن تصور معين، تطور معين ونحن مش عارفينه. طيب بعدين يقولوا نحن ساعتها كل واحد بيشتغل حسب إمكانياته، حسب شو بيقولوا الوسائل. بس اليوم لما بيطلع مصرف لبنان، حكم مصرف لبنان بيان، هيدا غير ملزم للمصارف طبعا. يعني كأنه عمل حبر على ورق، وهلا بدنا يعني تراجع عن الوعود اللي قطعها لوزير الشؤون. انا رحت على المصرف دغري، عملت حالي انه لقيت الباب وفتحت. لا مش عندهم على مصر، المصرف اللي بيشتغل معه. قلت لهم بعثت هذا التعميم بكل شو بيقولوا صدق، ورحت بعثته على مدير البنك وقلت له واصل هالتعميم امتى رح نطبقه. نعم البيان يعمل لي بدي اسال ادارتي. لحد هلا ما في جواب، ما في جواب. ما في ما في. على الخط مباشرة مستمعة، مين معي؟ بونجور. بونجورين. معك نحن حداد. تفضل، أهلا وسهلا فيكي. نحن أنا كأهل عم بقدر أرفع صوتي في قضية بمنطقة جيسين. عندنا مدرسة مختصة للحالات الخاصة، فبدهم يسكروها، قرروا يسكروها. أولا لأنه ما عم بتفيدوا ماديا. بهيك وضع يعني كإنسانية، نحن بلبنان، نحن بلبنان يعني مش برا. شو بتحوي يعني؟ عندهم صعوبات تعلمية ما هي؟ عندهم صعوبات تعلمية بس مش المستعصية، يعني هي مدرسة مختصة للحالات الخاصة كأشياء مش كتير صعبة. نعم، وبدون يسكروها لأنه ما في مردود مادي لإلها. بس سمعنا في أحد المتمولين يعني اليوم بهالمدرسة تحديدا اللي هي بالجنوب، وين تحديدا؟ هي بمنطقة جزين اسمها شويلي، هي كاريتاس. نعم، بس سمعنا انه احد المتمولين عم يدفع اموال لحتى تبقى المدرسة واقفة على الجاية. عم يدفع اموال، هذا اللي قلنا اياه. وانا صراحة عمل معنا اجتماع حضرته وقلنا انه انا بمولة وانا حدكن وانا حدكن، بس هلأ نحنا ما في جواب من حدا يعني. وحكيت كتير وصلت لكتير ناس بعد ما عنا جواب ابدا لهذا الموضوع. نعم. المدرسة يعني انه لازم العالم كله تفكر انه انا اكيد بدي ارفع صوتي يعني لكمان. يعني شو تداعيات على الاهل؟ شو تداعيات على الاهل انه اذا سكرت هالمدرسة؟ يعني الاهل كلهم قاعدين بقولوا انه اكيد كلنا عم نرفع صوتنا، اكيد نحن ما بنقبل، ما بدنا تسكر، لانه اولادنا اكيد حيقعدوا بالبيت. معلش يعني بهالوضع نحن هلا بلبنان ما في عنا ما بنقدر ندفع مواصلات، لأنه نحن بمنطقة جيزين ما في غيرها بكل منطقة جيزين هالمدرسة الوحيدة اللي بنقدر. يعني بيخلق جيل غير متعلم، بيخلق جيل عنده صعوبات تعلمية ما انه متعلم.
أنا أول الناس، أنا أول الناس بحط ابني بالبيت. أنا صراحة ما فيني مواصلات الطريق، ما بقدر أبداً أبداً أبداً. شايفين الوضع بلبنان. شكراً لك، أهلا وسهلا فيك. كان عندك تعليق بس مثلا نشوف إذا المعالي الوزير على الخط. طيب مداخلة وبعدين ما نستقبل وزير الشؤون، وانه هو الصرخة بدنا نصرخ لوزير الشؤون وبيسمع صرختنا للحكومة كأنه ما سمعت، بس هي سامعة وقاشعة ونائمة. خلينا نستقبل اتصال. مين معي؟ ألو. ألو تفضل. صباح الخير. يا هلا. أنا معي بأنا ضرير وعمري 59 سنة. ألو. ايه عم نسمعك. عمري 59 سنة ومعي بطاقة شؤون. يمكن معي سكري 500 تخزين 13. صرت رايح مرتين على المستشفى بيضحكوا علي بيقولوا روح مسح وجهك هذه زتة. نعم. بيضحكوا علي. وضرير ما عنديش حدا. بدي اسال حضرة الشايخ اللي عندي وان شاء الله الوزير الشؤون يسمع. هلا عم يسمعك وزير الشؤون، هو معنا على الخط ان شاء الله. ايه. طب هالبطاقة لطوني اياها وحملتها وتكلفت لراح جبتها، عن شو اعطوني اياها بس يضحكوا علي؟ ولا لكون مواطن إلي كرامتي؟ أنا عمري 59 سنة أعمى. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير هكتور حجار وزير شؤون. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. أهلا وسهلا فيك. يعني منعرف أنت حد الجمعيات ومعهم ونزلت اعتصمت معهم. طيب اليوم ليش أغدق وعود حاكم مصرف لبنان وعمل بيان ما انصرف عند المصارف برأيك ليش؟ ومع أنه وعدك بجملة اليوم وعود ممكن تسيسر أمور هالمؤسسات، مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يمكن ليش صار هيك؟ هذا السؤال بده نسأل لحاكم مصرف لبنان. ايه بس ما عندك دولة الرئيس مئاتي وينه؟ يعني اليوم ما توجهت له قلت له ليش عم يعمل هيك مع المؤسسات الرعاية؟ أنا برأيي الصحافي والإعلام بلبنان لازم يروحوا على المصدر ويشوفوا بيسألوا. يعني حاكم مصرف لبنان بتسألوه، تطلبوا منه مقابلة، تطلبوا منه حديث، بيسألوه ليش بس هو ما بيطلع إلا مع ناس وناس. أوكي كمان قولوا للعالم أنه طلبته وما لقيته. أنا بس يا معالي وزير الشؤون حتى اليوم أنت المعني، أنت المعني مباشرة، نحن نتوجه لك، انت المعني مباشرة بهالجمعية. انا المعني، انا المعني بالقضايا اللي لها علاقة بالعقود. انا ماني معني بالقضايا اللي لها علاقة بعلاقة مصرف لبنان مع البنوك. اذا انا عم بتدخل لاني انا بحب الناس وبحب شعبي وبحب مؤسسات، بس انا عمليا ينتهي دوري عند ما تصير اليوم العقود منبية ومحول المصاري على وزارة المال. فإذا بس نرجع نحط الأمور بإطارة صحيح، نحن عم نشتغل تنكمل هالعملية من أولها لآخرة، ونحن عارفين إنه المؤسسات الحق مع 100%. كرمال هيك نحن عم نتابع الملف وحطينا حالنا بالمظاهرة وعم نتحرك ليل نهار. وأنا اليوم الساعة 8 كنت عند وزير المال بخصوص هذا الموضوع، ولكن ما فينا نقلب يعني السحر على الساحر. الموضوع منو عندي، الموضوع أنا عم تابعه وعم حط الجهد الكبير فيه، والأسئلة اللي ما عم تتنفس مش لقلي بتتسأل للأشخاص المعنيين مباشرة، لأنه هن المعنيين. أنا عم قوم بمبادرة حسن نية تجاه الأطراف كلها ودعمها. وأنا أكثر من هيك رحت جبت اليوم وزراء الشؤون العرب للبنان، وعندي هالجمعة لقاءات مع مختلف السفراء لتدعيم الدعم الطارئ لهالمؤسسات. فإذا في من مشكلة بمكان ما، المشكلة بدها تنطرح على صاحب المشكلة. ايه بس في كمان عندك البنك الدولي يا معالي الوزير. نعم تفضل. ايه تفضل قولي لي. بنك عندك البنك الدولي، عندك حكيت عن مجلس وزراء شؤون العرب، هل الدعم العربي اذا صار شو بده يكون شكله؟ يعني للجمعيات فقط ام لكل العناوين بقلب وزارة الشؤون؟ تفضل. شو مشكلته البنك الدولي؟ ما فهمت شو المشكلة تبع البنك الدولي. يعني انتو طلبتوا شي مساعدات كوزارة شؤون؟ لانه كل الوزارات عم تطلب من البنك الدولي. البنك الدولي اخذنا نحن كوزارة شؤون مع الورد بانك عقد ب 246 مليون انطلاقا من الدولة اللبنانية لمساعدة برنامج امان. نعم. هذا البرنامج اليوم عم ننفذه، وبآخر هذا الشهر بنكون صرنا بال 75 ألف عائلة من أصل 150 ألف عائلة. هذا موضوع ماشي
موضوع عم نشتغله تصاعديا ضمن القدرات والإمكانيات الموجودة بين إيدينا. هذا بالنسبة للورد بنك. نحن الورد بنك استلمنا الوزارة، من وقت اللي استلمنا كفينا القانون، كفينا المنصة، كفينا التسجيل، عملنا زيارات لغاية اليوم لحدود 130,000 زيارة، ونحن اليوم بآخر هذا الشهر يعني ب 25 ل 30 الشهر في 70 ل 75,000 عائلة بيكونوا عم بيقبضوا بشكل. في عندنا شوية مشاكل كانت بلوك على الأسماء، أسماء غلط، توقفت بعض بطاقات، كله ضمن العلاج. كل العالم من اليوم ل 25 الشهر حتكون قابضة الدفعة الثانية والثالثة، وابتداء من 1/1/2022 تليفون الشكاوى عم يتلقى شكاوى وعم نتابع هذا الملف. هذا بموضوع الورد بنك. نعم، في كمان يعني انه هالجمعيات اليوم مش قادرة تكفي، بدها تلفظ انفاسها الاخيرة باعتراف المعنيين الموجودين معنا باستوديو. كل الاتصالات عم بتقول من يتحمل مسؤولية هالملف برأيك؟ هذا الملف يتحمله عدة أطراف. أول شغلة اليوم مجلس النواب، نحن عملنا الموازنة وحولنا ميزانية وزارة الشؤون على مجلس النواب، وأمننا زيادة للمؤسسات قدر المستطاع 3 مرات تقريبا. وهذا قلت أنا باليوم الأول أنه رقم غير كافي، ولكن أنا اليوم هل بقدر أمضي الموازنة بمجلس النواب؟ اليوم في مجلس نواب جديد، هو بده يبحث الموازنة، هو بده يتبعها، فالجمعيات يرجع يطلع لها الرقم الجديد. هاي دي مشكلة من المشاكل. أوكي، المشكلة الثانية من المشاكل اللي عم تواجهنا هي مشكلة أنه في حال صار في تحويل أموال، الأموال عم تحتجز بالمصارف وكفي في مشاكل. أوكي، لكن نحن اليوم بما يعنينا بالنقطة الأولى عملناها. أكيد نحن اليوم بصدد درس أنه نزيد مرة تانية وتالتة ورابعة، بس السؤال نحن إذا زدنا الموضوع بده يروح على مجلس النواب. اليوم موازنة تقر في مجلس النواب، لا تقر في مجلس بوزارة الشؤون. عندنا مواطن ضرير عنده بطاقة معوق، ما حدا عم بيعطيه شيء. إيه شو القصة؟ كمان بتدخل ضمن الإطار أنه ما في أموال؟ لا 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 لا، منا تدخل ضمن القطار. اليوم مواطن ضرير حسب القانون 220/2000 هو ما في اليوم له مخصصات مالية. نعم. ما في بالقانون 220/2000 منذ نشأة القانون من سنة 2000 لليوم ما له غير بعض قضايا تسهيلات، بعض قضايا تسهيلات إلى علاقة بدفع رسوم البلدية وغيرها وغيرها. جزء من القانون طبق، جزء ما طبق، ولكن اليوم لا ينص القانون 220/2000 لأنه شخص حامل بطاقة إعاقة بيطلع له مصاري. هذا القانون يعني لازم نقرأ القانون. اليوم المشكلة بالغرض عم نطرح مشاكل، واقعية بتأثيرها السلبي بسبب الوضع على الناس، ولكن هذا التأثير السلبي على الناس ما له علاقة بالبطاقة اللي بيحملها الشخص. البطاقة إلى 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 قوانين وإلى يعني بنود للاستفادة منها، ولكن ولا مرة نقال إنه البطاقة بيصير في استفادة مالية منها. اليوم إذا هالشخص بده يستفيد من البرامج اللي إلها علاقة ببرنامج أمان أو الأكثر فكراً، في اليوم تسجيل تم وفي تسجيل اليوم بالأكثر فكراً. نحن وصلنا كنا استلمنا الوزارة ب 30,000 عائلة، اليوم نحن عم نحكي عن 65,000 عائلة، بآخر شهر الجاي بتصير 75,000 عائلة. هذا التارجت تبعنا. 11 سنة تأمن 30,000 عائلة، نحن اليوم أمننا 35,000 عائلة من وقت استلمنا، صرنا 130,000 عائلة. فلكن إذا كان هو مسجل بهذا البرنامج ممكن يطلع له، بس في لغط بالرأس بأنه عند الناس لغط موجود يعني عنا بفكرنا. شو هو اللغط؟ إذا أنا بحمل بطاقة معوق يعني أنا بيطلع لي مصاري. بطاقة المعوق ما لها علاقة بالمصاري، برنامج الدفع المصاري هو مستقل كليا عن بطاقة المعوق. هذه واحد. ببرنامج أمان نفس الشيء، الشخص إذا تقدم وتسجل على المنصة مفترض اليوم يكون الإعاقة إلى 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 شو بيقولوا يعني وضع خاص بالنسبة لموضوع باقي القضايا، وهو كريتير من يعني هو نقطة من النقاط اللي نختار فيها العائلات المستفيدة. هلا ما بعرف إذا هالشخص مقدم
على برنامج أمان، ما بنعرف إذا هالشخص قدم على أكثر فكرا. بقينا شهرين نحن نطلع على الإعلام ونقول إنه برنامج أمان جدي، بقينا شهرين نقول للعالم تسجلوا، العالم ما كانوا مصدقين، بس خلصنا التسجيل بيتصلوا العالم عم بيقولوا بدنا نتسجل. طيب إنه ما خلصنا التسجيل، ما هذا برنامج جدي، عم نقول جدي، ونحن اليوم عم نقول إنه بيوصل آخر الشهر بكون صرنا على 70,000. على كل حال فيكم تفوتوا أونلاين على الداشبورد تبع برنامج أمان وتشوفوا عدد الأشخاص اللي نحن زرناهم وتشوفوا عدد الأشخاص اللي عم نبضهم. هيدي نعم. عملية بتنعمل يومية وفيكم تشوفوها نعم. وهيدي أونلاين ومنا مرتبطة لا بالوزير ولا بمكتب الوزير ولا بأي شخص. نعم وصلنا لهون معالي الوزير، مؤسسات الرعاية الاجتماعية ستقفل أبوابها، مين بيتحمل اليوم؟ يعني شو بدنا نقول للناس؟ ما في أفكار مطروحة هلأ قبل بكرة؟ يعني هلأ معتمد على مجلس وزراء العرب طبعا، يعني اللي جايين لهون على لبنان. اليوم عم نعمل مبادرات، اليوم لازم يكون في حكومة جديدة، حكومة جديدة تقر اليوم الموازنة، هيدي شغلة. ثاني شغلة اليوم الموازنة بده يقرها مجلس النواب. ثاني شغلة مجلس الوزراء ووزارة المال وحاكم مصرف لبنان بدهم ينتزموا بالدفعات. مش انا اللي بلتزم بالدفعات، انا ما معي مصاري، مصاري موجوده بوزاره المال ومصاري موجوده عند حاكم مصرف لبنان. بدنا نوجه السؤال لهوني، هودي شغلتي وبالمصارف نطلب من المصارف. سالته جمعيه المصارف ليش ما عم يدفعوا فريش ماني للمصاري اللي عم تجي. اول شيء معالي الوزير هني ليش ما بيردوا؟ يعني بس معلش يعني انت كمان لازم تجاوبنا، بتقلنا مع الوزير بين هلالين عم بتقلنا سألته انت المصدر المعني، انت المعني اليوم بالمؤسسات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بدنا الجواب منك انت، كان لازم كمان تسألهم. انا سألتهم ايه شو قالوا لك؟ حضرتك لو بتتابع الموضوع مزبوط. ايه بس شو قالوا لك؟ ما انت عم تقلنا اذا سألتهم، مش حضرتك اذا بتابع، ما انت عم تاخد الجواب منك. خليني كفيلك، خليني انا وزير شؤون، انا ما عندي سلطة على المصارف. لا اذا سألتهم بما اني بيردوا عليك يمكن ما بيردوا علينا. صار لي 8 اشهر انا عم تابع رئيس جمعية المصارف والمسؤولين تبع المصارف وحاكم مصرف. طيب شو استنتجت بالاخر؟ شو استنتجت يعني؟ هل بدهم يسكروا هالمؤسسات ولا شو؟ انا ما فيني اقول شو بدهم، انا بعرف انه ما في جواب، هن اللي لازم يجاوبوا. انا لحد هلا كوزير ما عندي، اليوم انا كنت مع وزير المال الصبح الساعة 8 بخصوص هذا الموضوع، ما عنده جواب. شو بقول لك انا؟ وهذا انا اللي عم بقوله، طرفني لوزير المال قال لي هلا يحشوك بحاكم مصرف لبنان نفهم شو القضية. نعم يعني بعد لهلا للاسف يعني ما شاف حاكم مصرف لبنان. هلا 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 اتصلي بوزير المال واسألي اذا انا هذا الجواب اللي عم بقوله صحيح او لا. فيني رح نجرب نتصل بوزير المال بس بدي اعرف ليش. لانه كان عندك وزير الشؤون اليوم طرح عليك هودي الاربع قضايا، شو كان الجواب عليهم؟ يلا رح نحاول نتصل. بدي اشكرك وزير الشؤون الاجتماعيه دكتور حجار، اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان، تفضل. فيني علق؟ يمكن هو ضل مع الوزير شوي مهذب. انا قلت عن المصارف انه فعلا متغولين، لانه انا حضرت الاجتماعات اللي كان معالي يحضرها مع المصارف وجمعيه المصارف. يعني اول شيء بدنا نقتنع عنا دوله ولا ما عنا دوله؟ يعني ما عنا دوله بدنا نروح على المصارف، ما عنا حاكمين المصارف وحاكمين. طب حاكمين المصارف بدنا من الدوله مش بس للمؤسسات. انا برايي حاكمين بموضوع الكهرباء، حاكمين بموضوع المحروقات، يعني فاذا ما في دوله يعني انا حاكمين يعني الافراد. لما بفوتوا في قوانين ترى على العلاقه، اليوم في قوانين، في عندك قوانين البنك، الجنود لما بده يروح الجيش اللبناني لما بده يروح يقبضوا رواتبهم مذلولين معجوقين، قصدي اذا هول اللي بيحموا البلد عم ينزلوا. نحن براينا كل الناس بلبنان انزلت، نعم كل الناس مذلول الان امام المصارف. لا لانه اعطوها هيدي الصلاحيه، لا لانه الدوله تخلت صلاحياتها وزتتها للمصارف، ما اخذت بالاصلاحات، ما اخذت، ما عملت كابيتال كنترول. مصارف تتصرف لو بدها، بعطي فلان ما بعطي فلان، بعطي فادية وما بعطي فلان، حريه مصارف تتصرفوا هيك بكل عين وقحه. المصارف بتشلح الناس اللي عندها مصاري، بس انا عندي بالبنك مصاري دولار،
بقول لك انا بصرف لك على ال 3000 صح. هي قصه المصارف صارت قصه تحكيه تبرير الزيت. في عنا قوانين تتصرف الدوله مع المصارف. الدوله تخلت اعطت المصارف هي الحكم. نعم يعني هلا حاكمين احنا حاكمين المصارف. طيب شو بدنا نعمل؟ حاكمين المصارف الحاكم بامره ما حدا قادر يعمل لنا شيء. اليوم الاتكال على شو لتقدروا تستمروا فادية صافي؟ على الله اكيد. ما في مبادرات فرديه في ما في مغتربين هو بيخلقه. نعم انا من بعد ما هيك بسمع بصير بقول وبالاخر مش مفروض هاي دول الاشخاص اما هالوضع اما هالحكم يحبطنا. من أن نوصل لمطرح نضل نجاهد ونضل نطحش ومتكلين على الله. هاي دول ولاده والنتيجة مش رح يتركون ونحن رح نعمل كل اللي علينا. إن كان يعني شو عليكم؟ شو رح تعملوا؟ شو اللي عليكم لازم تعملوا؟ كملين جهدنا كملين كل الجهد نضلنا نطرح أفكارنا. مثلا مش قادرين يوصلوا الأولاد على المدرسة منطرح المتبرعين عنا هالقد أولاد ما قادرين يوصلوا إذا بتدفعوا لهم بدل نقل إلهم. بس هذا شو معناته؟ العيش اليومي. نعم طبعا ربنا عم يعطينا كل يوم بيومه بس نحن ممكن للحظة إذا بشوف بقولوا ربنا إذا شاف الفساد عم بصير خلص المنيح والمش منيح بعضهم بيروحوا. نحن خايفين من هذا اليوم اللي روحنا صالح كلنا بظهر الطالح. صحيح نعم. على كل حال على الخط مباشرة رح تنضم لنا هلا رئيس الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللئيس. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وبضيوفك الكرام أصدقائنا الأعزاء. لا حلول سيلفانا. وزير الشؤون بيقول اسألي حاكم مصرف لبنان واسألي المصارف واسألي وزير المال. يعني انه يعني شو كيف بدنا نطلع من هالورطة الكبيرة وهي ولادنا اليوم اطفال وولاد معوقين ذوي احتياجات خاصة عندهم مشاكل بالسمع والبصر. كيف بدنا نطلع من هالحالة اليوم حتى ما ينرموا بالشارع؟ كنت عم بتسمع على الحلقة كلها وسمعت سؤال معالي الوزير وأنا بدي غلطه وبدي ذكره. أول شيء بدي أكد على مسألة إنه الأشخاص المعوقين والأطفال المعوقين هن بيتساووا بالحقوق مثل كل المواطنين والدستور أكد هيدا الشيء والحقوق الإنسانية بتأكد هالمسألة. لهيك ما في حدا يتعاطى بمزاجية مع حقوق الناس لأنه مصيرهم منه تفصيل. والوزارة لما عملت عقد مع هيدي المؤسسات عملت التزامات ومن مسؤوليتها تلاقي حلول وأكيد في كتير حلول بس هن منه حاطين هيدا الموضوع بالأولوية. ومش مقبول حديث يقولوا في هيدي نغمة عطول هلأ عم نسمعها مش الحق علينا الحق على الآخرين. هن كلهم معنيين بأنه يلاقوا حلول طالما هني قاعدين بسدة بالكرسي على الكرسي بالضبط. هيدي الكرسي منا للبهرجة ولا لنعمل يعني مصالح خاصة. هيدي شأن عام لتخدم الناس بس عم بيقلك القصة مش عندي سيلفانا. عم بيقلك روحي اسألي حاكم مصرف لبنان اعملي له تليفون شوفي جمعية المطار المصارف ليش ما عطيتنا المصارف حقوقنا. مش نحنا بدنا نعمل له شغله. أول شيء إذا بدي أحكي كقانون 220 القانون تحديدا وزارة الشؤون الاجتماعية وبالهيئة الوطنية اللي هي تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية هي معنية بملاحقة تطبيق القانون ككل وضمانة حقوق الناس وهي معنية بحمايتها فهو مسؤول مش لازم ينام قبل ما يلاقي حلول. هج بقى يجوا يعطونا دروس كل ما بده يجاوبك جواب بيعطيكي محاضرة لازم نفهم ونعرف. عم يحكي عن الناس يلي ما عم تعرف كيف توصل لحقوقها بأنه هي ما بتعرف. أوكي بدي سلم معه أنه ما بتعرف بس مسؤوليته يعمل كل اللازم ليوصل المعلومات للناس ليمكنها من الوصول لحقوقها. والأطفال يلي بمؤسسات الرعاية منهم أقل قيمة من غير أطفال لحتى كل انت والتاني يكبون بالشارع ويقولوا لهم ما فيكم تجوا ويعيشون هن وأهلهم بهذا الرعب وبهذا الخوف. وهيدا غير المشاكل التانية اللي بتنتج نتيجة هذا
الاقفال على الموارد، فيهم يعملوا صندوق، فيهم يعملوا تلتون، فيهم هلا ياخذوا قرار انه يعملوا ضريبه معينه على البور على وين ما كان يخصص لده. ايه بس اليوم سيلفانا عم تحكي عن وزيره بياخذ القرار لوحده، سيلفانا عم بيروح الصوت دوره. يعني اليوم مين بده ياخذ القرار؟ مش مجلس الوزراء مجتمعا؟ هيدا موضوع بيعني كل الحكومه، اذا الوزير ما لقى حل كشخص واجبه يروح يطرح الموضوع بمجلس الوزراء ويلاقي. بس هلا ما في مجلس وزراء، حكومه تصريف اعمال يروح عند رؤساء ثلاثه. نعم هذا يجي بتصريف الاعمال صح. الناس لما تركها تموت يعني صح. ما فهمت في منطق يعني في بديل امور ما ممكن نتاخر فيها لانه فيها حياه ناس. شو هالحكي؟ نفس الحكي قال لي اياه وقت رحنا منشان الوزاره تعطي داتا لوزاره الداخليه منشان يقدروا ينتخبوا الاشخاص المعوقين، نفس الحكي مش انا هني زهقنا منها هيدي النغمه، يروحوا على بيوتهم اذا مش قادرين يقوموا بدورهم، يروحوا على بيوتهم، في ناس بتعرف تقوم بدورها. بكفي بقى يمثلوا علينا ويمتهنوا هيدي التمثيليات، اوكي يروحوا يشوفوا صناديق تاني عم يصرفوا عليها بلاوي، البنك الدولي اللي حضرتك سالتي عنه واذا كان عطى هيدي الجراند فيهم يحكوا معه ومع غيره، في منظمات دوليه كثير بلبنان اليوم عم بتساعد، فيهم يخصصوا اولويه، المشكله منهم معتبرين الاعاقه اولويه. ليش قولي لي التربية شو عملت لليوم لتفوت الأطفال على المدارس اللي عندهم إعاقة؟ ولا البيئة المؤهلة وين تجهزت لنقدر نتنقل؟ نحن أكثر فئة بعدنا عم نموت على السكت وما حدا حاسس فينا ولا بحس بغيابنا، وإذا وضع ما له مقبول، هيدي جريمة بيتحمل مسؤوليتها كل مسؤول ما عم بيقوم بدوره. شكرا لك سيلفانا لقيس، أهلا وسهلا فيك رئيس الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا. سيلفانا لقيس، رح نقول أنه وزير المال رد علينا ولا ما رد علينا؟ ما رد علينا. ليش يا حضرة الوزير؟ أنه الوزراء مش كله بيرد، يعني ما بيردوا. ليش حاكم مصرف لبنان بيرد على ناس وناس؟ مش هيك؟ أكيد. أنا برأيي هذا زمن التهرب المسؤولية والرأس الكبير اللي صار، يعني الناس رأسها كبير، صار كل حدا بيعتبر حاله أمه برأس، يعني قومي كلهم رؤوس، هل رأيت مزرعة البصل؟ بس اليوم بدنا الناشد. من الناشد؟ رئيس مجلس الوزراء. نحن عندنا الرؤساء الثلاثة. هلا هذا إذا عم نحكي رئيس مجلس النواب. رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية بدنا نناشدهم. في أمر طارئ متعلق بأفراد ضعفاء. نعم. أنتم معلقين برقبتكم، برقبة الدولة اللبنية، أنتم الثلاثة قادرين تاخذوا شيء طارئ متعلق بإلزام حاكم مصرف لبنان بدفع الحوالات، بإعطاء زيادة غلاء معيشي طارئة ما بدها مجلس نواب، لأنه معلقة مثل ما قالت سيلفانا. سيلفانا حكت المظبوط ولخصت الموضوع كله، متعلق بكرامة الإنسان وبحياته. في ناس ممكن تموت، إنسانية، في ناس ممكن تموت. على فكرة اللي اتصل الشاب الضرير اللي عمره 59 سنة، طب هذا بده يروح استشفاء، كانت تغطي له 100%، هلأ ما في يخطوله. طيب خلينا نستقبل اتصال، مين معي؟ بموت يعني. الو الو بونجور. اهلا، بس يا ريت هالراديو حدك او ما بعرف شو عم تسمع في الرتور، تفضل. رجل صديق طول عمرك، يعني كل الحق مع مدام لقيس، لانه اذا الانسان بده يقعد على الكرسي وما بده ياخذ قرار مضبوط بلا ما يقعد، بعدين الرئيس ما هو هذا الانسان اذا كان ماشي غلط بيشيله بحط غيره بيجيب ناس افضل واحسن وبتفهم اكثر منه يكون عنده جريئه انه يساعد الناس. نعم شكرا. يعني كمان في مداخلة تانية، مين معنا؟ صباح النور. يا هلا. تحية لكم كلكم ولكل ضيوفك. بعتقد يمكن معك وزير بالحلقة. قبل كان في وزير شؤون. اوكي. بس حبيبي لما هو الوزير عم بيقول روحوا اسألوا حكم مصرف لبنان، وشو ما بتسألي وعلى يعني كيف ما برمتيها كلهم بيقولوا لك مصرف لبنان مصرف لبنان. تعالوا لندعم نحن كلنا القاضي حدرش إذا مني غلطان وغادة عون لحتى تحقق بهالمواضيع. بعدين عم بتقولي حضرتك ومزبوط انه اليوم اذا الوزير عنده شي مشروع بده يطرحه بده يقدمه للامين العام لمجلس الوزراء، اذا رئيس المجلس الوزراء ما انه مصلحه فيه بحطه بالجرور ما بيطرحه نقطه على السطر، صح ولا لا؟ يعني بلد مركب غريب عجيب يا شيخه يا شيخ. نعم كفر الله طبعا كفر.
نعم تفضل، مين معي؟ الو الو تفضل. ايه صباح الخير يا هلا، معك سيمون سكيف. يا اهلا وسهلا فيك سيمون. بس مدام سيدي بس نوال يعني نوال نوال سوري من نوال، انا لانه عائلتي مش معي يعني وهلا دوبت يعني ولا يهمك ما تعطي الهم ابدا زميلتك. صارت من امبارح انا عم ببرم باختي، اختي معنفه من قبل جوزها. أيه؟ عم ببرم فيها معي تقرير طبيب شرعي، وصلنا على مستشفى الحال كل احترام يعني ضربه وفي كل شيء على اساس بالتصوير لراسها سكانر ما سكانر. برمت امبارح شي 10 مستشفيات ما كانوا يستقبلوا احسن بالدرك، على اساس توني بتفوت على الطوارئ، فوت على الطوارئ اما نزلوا اللي هو دغري على الاشعه، صار بدهم يدفعوني مصاري. قلنا لهم اوكي ماشي الحال، بحاجه هي لدخول مستشفى، ما بدهم يدخلوها مستشفى. ليش؟ قال يا اخي حالتها كثير سيئه، رح تموت بين ايدي. عم تستفرغ وغثيان. ضربها جوزها شو اسمه جوزها؟ جوزها عنصر بقوى الامن الداخلي اسمه اليس حيا غانم. رهيب ما بعرف، هلا بعده رهن التحقيق ما توقف. نعم يعني قدمت شكوى عليه، قدمت شكوى عليه ادعاء، بس هو رهن التحقيق ورحنا لعند كفا وكفا هن تكفلوا بطبيب الشرعي وكل شيء مشكورين، بس المستشفيات ما بدهم يدفعوني مصاري ونحن حالتنا بالبال يعني. نعم على كل حال نعم بس يعني رفضوا يدخلوها يعني. قال شو كمان بالمستشفى في مدام فوق بسرحال بالطوارئ، حكيت مع طبيب شرعي قلت له انا بتشكى هذا طبيب شرعي ما في بس هلا الدرك معه. يعني هن لازم يدفعوا، هي على اسم الدرك. اي ما هن يعني مؤسسه القوى الامنيه لازم يدفعوا. انا عم راجع الدرك قال ما فيكم تلزموه يدفع لانه هو انتم متشكين عليه، متشكين عليه لانه المؤسسه هي يعني هي المؤسسه اللي بتدفع مش هو بده يدفع. على كل حال يعني نعم اذا حدا في ساعة اترك لنا رقمك تحت الهواء، هذا مش موضوعنا. ما بيهمني مين يدفع، بيهمني تستقبلها مستشفى ويعملوا لها الاجراءات اللازمه. نعم هيدا نداء من مواطن ما بعرف مين اي مستشفى يعني. شكرا. عم بدك الكلاب صرت حاطط بنزين بلاوي يعني. شكرا لك، اترك لنا رقمك مش موضوعنا، بس اترك لنا رقمك يا تفضل. اهلا وسهلا فيك. هول من الحالات الاجتماعيه، هول الحالات الاجتماعيه اللي بتغطيها وزاره الشؤون النساء المعنفات. نعم اللي بيهتموا فيهم ايضا مؤسسات كمان بتمولها. ايه من النساء المعنفات جزء ما هي بتمول كفا، ما هي يعني لا كفا بتمولها المنظمات الدوليه، منظمات دوليه، بس كمان كل الجمعيات بياخذوا حصتهم من هالوزارات. مزبوط ولا لا؟ بس القصه وما فيها اليوم هي في قوى امنيه. نحن عم نحكي عن هذاك الموضوع، عم نحكي مش انه تفوت على المستشفى. هلا في قوى امنيه، في مؤسسه قوى امن داخلي يعني، حساب الاول حساب الدرك فتنا حساب القوى الامنيه حساب الجيش حساب الضمان. بس ما عم يدفع شو بيدفع؟ طيب ما سعر ما هذا علقنا نحن كلنا على نحن عندنا الشعب اللبناني كله على انتم الجمعيه. ايه مؤسسات المؤسسات اول شيء الاولاد اذا فاتوا على المستشفى، اهلهم اذا بدهم يفوتوا على المستشفى، الضمان ما بقى ما عم بيعطيك شيء، فارض عليك مع زوده غلى المعيشه اللي ياخذ وما بيعطيك استشفاء دوبل وتريبل، مش عم يعطيك بلا المؤسسه الجهات اللي شو بسموها المنظمات الاسيورانس. مزبوط بدها دولار تأمين، شو بدها بالدولار، واذا ما اعطيتيها بالدولار كمان بترجع تفرض عليك الفرق. يعني وصلتي بمحل عرفتي كيف مخنوقه على كل الاجهزه على كل الجهات. يلي عم بيقوله هو خديه من ناحيه الطبابه معه حق، نحن متنا وعشنا لنفوت بنت مع كورونا بحالة حرجة عندكم بالمستشفى. ايه على المستشفى بتعرفي قديش لما بنعمل واسطة مهمة والمدام تحكي ما كان فاتت على المستشفى يعني. طيب صحيح تراجعت نوعية الغذاء عندكم، وكمان يعني إذا واحد صرتوا عم بتقللوا؟ ما بقى نعمل وجبة أبدا. وانتو كمان لا، نحن بنعمل الوجبات لأنه عنا داخلي. بس شو مش خفف النوعية، رحنا مثل ما بتاكل الناس يعني، صرنا ننوع الغذاء انه الغذاء اللي بده اياه الطفل ياخده كل يوم. صرنا طبيعي مش انه نحدد الكميات يعني ياكل اقل، بياكل بس صار بطريقة مختلفة، ما عادش في الشغلات العالية يعني نروح لقاس زايد يعني الحد اللي بيشبع. وكمان كفافة يومنا، كبار بالعمر كبار سن كفافة يومنا. عندكم كبار سن؟ في مؤسسات طبعا فيها كبار سن. نعم بس عم بيقولوا انه مش عم يبدلوا لهم الحفاضات. في ازمه، انا برايي في ازمه قد تحكي قد ما بدك، لانه اذا ما عاد معه مصاري يعني ما عاد يشتري حفاضات، يمكن صار يحط قماش، يمكن صار يغسل، يمكن يعني في 100 طريقه يقدر يحكي فيها. عم بقول في ازمه متدحرجه ممكن تاخذنا قصرا، لانه اللحظه اللي بقول انا بدي ادي خدمه خطا للاطفال تاذيهم ما عاد بقول انا لا ما قادر اعمل. صرخوا اليوم عبر صوت لبنان يلا بدنا
انا مش بس صرخه، انتم سوف يكون كل واحد مشارك مجرم 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 اذا ما بينحل هذا الموضوع اليوم قبل بكره، اليوم قبل بكره، لانه نحن رايحين على حالات، في حالات كتير ما بتقدر، ممكن ياثر على حياتها، على موتها، تموت، يعني الدم برقبتكم. نعم فاديه، انا بقول انا بقول ما رح نوقف، شو ما تعملوا فينا رح نوقف، اذا ربنا هالولاد حاميهم رح نعمل اللي علينا لنضلنا حاميينهم. هلا منه مثالي، اكيد مش مثالي، بس بالامكانيات اللي معنا مش رح ما عم نقدر ناخذ اولاد، كل الاولاد هالقد قادرين وربنا بيشهد، رح نقدر نعطي العلاجات اللي لازمه قد ما بيساعدونا بنقدر نساعد. نعم. رح نقدر نعطي الدواء اللي لازم بذات الطريقه، الناس عارفين كتير منيح ونحن وياهم بتكامل، ان كان من برات لبنان، هون نرجع ندعي كل الاشخاص يلي برات لبنان لان عايزينهم، هلا عايزهم وطنهم، هلا عايزينهم اولادهم، وبندعي الجهات الحكوميه انه بليز فوتوا هالمؤسسات ضمن خطتكم الشاملة، يعني حتى لمن بيحكوا عن خطة التمويل الفردي، طيب هيدول مؤسسات ما عندهم أفراد، مش مهتمين فيهم، بتعرفي قد ايه أهين نحن لو بيعطوا المؤسسات لتعمل هالمساعدات، قد ايه أهين عليهم؟ عنا الجهاز المساعدين الاجتماعيين، بنعرف المؤسسات عن غايب، بنعرف عنا كل الإحصائيات، فينا نعطيهم كل المعلومات بأسرع وقت ونقدر نساعد. نعم. العيال يلي عن جد عايزة، حطونا بالبرنامج. نعم بس حطونا وجاوبونا، وما فيكن تصموا لدينيكن ولا تسكروا عيونكن، في أطفال وولاد جريمة إذا ما اهتميتوا فيهم، ونقطع السطر. شكرا لكم المدير اليوم، يعني معنا مدير مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية الشيخ إسماعيل الزين، أهلا وسهلا فيك، ورئيسة مؤسسة سيزوبال فاديا صافي. كان معنا وزير الشؤون الاجتماعية، سألنا يا معالي الوزير، وزير ما بيرد، ولا حاكم مصرف لبنان بيرد، ولا جمعية المصارف، ما حدا بيرد، لأنهم عن جد إبرين شيخ زنكي سوا. إلى اللقاء مع حلقة جديدة بكرة مع وزير الإعلام. كلمة محلة بتنزل حفر، نقطة نقطة بتحفر صخر، كلمة محلة بتنزل حفر، نقطة نقطة بتحفر صخر، لو فرجونا نجوم الدور مع روال الصوت بيعلى ومنحط النقطة عالصخر. نقطة عالسطر.